نحن في حزب الوطن السوري دائما نحث الشعب السوري والحكومات ودائما كل الأطياف والأحزاب الموجودين في الإدارة الذاتية، وأحد أهداف حزب الوطن السوري الذي يسعى إلى ترسيخ هذه الفكرة بين أبناء الشعب. لاحظنا قبل الفترة القادمة أن الحوار السوري أصبح مستحيل بوجود القوى العظمى والدول العظمى الرأسمالية، منها روسيا، إيران وتركيا. الحوار السوري وأهميته، يعني احنا نعرف انه كلمة حوار هي الحوار بين شخصين بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر. وجود هذا الحوار للوصول الى الحقيقة دون تعصب، دون التعصب للرأي الآخر، والوصول الى الحقيقة حتى اذا كان هذا الطرف لديه الحقيقة. لكن لاحظنا انه هذا الحوار يجب ان يكون لديه مجموعة من المقومات لإنجاحه. اولا تعزيز الانتماء والوطنيه. نحن في حزب الوطن السوري نعزز على الانتماء والوطنيه، نحن حزب لكل السوريين، لان هذا الحل الوحيد ان نعزز وجود الاطياف جميعا، ولا ننكر المكون الكردي، الاشوري، التركماني، اليزيدي، هذا هو قوه عصب السوريين منذ زمن التاريخ القديم. لكن عند حدوث الأزمة قد تم استهدافنا من حيث قومياتنا وتاريخنا وزرع الفتنة والعنصرية بين الأطياف السورية، فنحن هنا نعزز على وحدة المكون الشعب السوري، أيضا نعزز على أهمية الحوار. في الحوار يعني تقبل رأي الآخر، أخذ بعين برأي الآخر بغض النظر عن منذ قليل عن وجود الحقيقة لدي أم لديه، ولكن هذا يجب أن يكون مثل ما من شوي انتماء والوطنية. ولا تتحقق الانتماء والوطنية إلا بالحوار، ولتعزيز الانتماء يجب أن يكون هناك وعي. ولاحظنا أن من خلال اندلاجنا بين الشعب أهمية الحل السياسي، فالشعب بدأ مهلك بويلات العيش، الفقر، العطش، الكهرباء، وضعف التعليم. القوة الضاربة لهذه الدول هي عم يستهدفوا المرأة، لأن المرأة هي الركن الأساسي في البيت والمنزل والعمل. فإذا تم تجهيل المرأة وبعدها عن الحل السياسي وعدم مشاركتها في هذا الحل، فلأي نجاح أي عملية سياسية وجود المرأة. فإذا كانت المرأة عدم وجودها في هذا الحل السياسي فهذا مصيبة كبيرة. فالمرأة إذا أصبح لديها الوعي بأهمية الحوار وأهمية التقارب أو ماذا يحدث في المنطقة من صراعات سياسية وجود القوى الكبرى، فيصبح لدى تنقل هذا الشيء لأطفالها، تنقل لجيرانها، تنقل لكذا، فيصبح وعيها. أيضا الحوار وجود الوعي بين أفراد الشعب، لأنه الشعب من يحكم نفسه. بالنسبة لموضوع الديمقراطية، أيضا غياب نحن هنا في الإدارة الذاتية، نحن من الداعمين للإدارة الذاتية في الإيجابيات، طبعا نحن ضد السلبيات، نحن من حزب معارض للسلبيات ولكن ندعم الإدارة الذاتية في الإيجابيات. مشروع الإدارة الذاتية مشروع يساند فكرة الديمقراطية ومشروع ناجح رغم الصعوبات والتحديات التي تعانيها مناطق شمال شرق سوريا من الهجمات التركية، من القوى الرأسمالية اللي يأمونها روسيا التي تدعم تركيا لإبعاد قوات سوريا الديمقراطية. بالنسبة للتقارب بين تركيا وحكومة دمشق، هذا التقارب ليس بتقارب على باعتقادي ونظرتنا كحزب، هذا التقارب هو خدعة لخداعنا في مناطق شمال وشرق سوريا، أن هذا التقارب ليس بتقارب. أردوغان بمجمل الكلمة كان أحد أعداء النظام السوري وهي حكومة دمشق، كان من يقول أنا سأحتل المسجد الأموي، أنا من أسباب الأزمة في سوريا، والذي يستهدف الذي يحط حجج أولها اللاجئين، ولكن الهدف واضح للجميع أن هدفه هو إفشال مشروع إدارة ذاتية وإبعادها عن الحدود بحجة إبعادها أنها تهدد النظام وسلامة وحماية الحدود التركية. لكن لاحظنا أنه هناك قوة ثلاثية تتحالف على مشروع الإدارة الذاتية، روسيا وحكومة دمشق وتركيا. حكومة دمشق تحرض وتدعي الوقوف بجانب النظام التركي للقضاء على قوات قسد ومسد التي تنتشر في شمال شرق سوريا، وأيضا روسيا التي أيضا تتحالف وتسعى وتدعم تركيا من تحت الطاولة.